هذا تعليق على الأحداث التي حصلت في مكة من جراء صاروخين أطلقهما الحوثي استهدفا بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، ووقع أحدهما في الطائف والآخر في جدة، وكان لا بد لنا كمسلمين مدافعين عن دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم وعن حرمات الله وشعائره أن ندافع عن الإسلام وعن بيت الله، وأن نرد على هؤلاء الحوثيين الشيعة قبحهم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا علامة على تقوى القلوب إذا دافع المسلمون عن ذلك. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أولا، لمحة تاريخية سريعة حول استهداف بيت الله سبحانه وتعالى على مر التاريخ. أول من استهدف هذا البيت وأعظم من استهدفه هو أبرهة الحبشي الذي كان ملكا باليمن، وجاء بفيله ليطأ الكعبة فدمره الله سبحانه وتعالى، وحكى الله ذلك في سورة تتلى إلى يوم القيامة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ثم توالت الأحداث بعد ذلك، ففي سنة 317 للهجرة جاء أبو طاهر القرمطي إلى الكعبة فقتل فيها 1700 من الرجال والنساء بعدما تعلقوا بأستار الكعبة ظنا منهم أن ذلك ينجيهم من عذاب القرمطي اللعين البغيض، فما كان منهم إلا أن قتلهم وهم متعلقين بأستار الكعبة. وكذلك ذهب إلى سكك مكة وشعابها فقتل 30,000 من الرجال، قتلهم وشردهم، وسبى كذلك 30,000 من النساء والصبيان. ثم اقتلع باب الكعبة وسرقه، وعر الكعبة من لباسها، وكذلك سرق الحجر الأسود وذهب به، وبقي عندهم 22 عاما. ثم رد في سنة 339 للهجرة النبوية. فهؤلاء اعتدوا على البيت الحرام وخربوه، حتى أن واحدا من القرامطة جاء بفرسه ودخل الحرم ودخل الكعبة فصفر لفرسه فبالت فيها وقتل مسلما داخل الحرم وعند الكعبة، واستفز المسلمين مستهزئا بكلام الله تعالى بعدما قتل هذا المؤمن قائلا: ألم تقولوا ومن دخله كان آمنا فأين أمنكم؟ فرد عليه بعض المؤمنين قائلا: ومن دخله كان آمنا معناه فأمنوه، فهو خبر بمعنى الأمر كقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا خبر ولكنه بمعنى الأمر، ومن دخله كان آمنا أي أمنوه، هذا المعنى. فلوى القرمطي عنق فرسه بعدما هزمه المؤمن بالحجة وبالبيان والبرهان، لوى عنق فرسه ورجع. ثم بعد ذلك توالت الاعتداءات على الحرم المكي وعلى بيت الله الحرام. ففي سنة 1986 جاء الرافضة الشيعة من إيران ومعهم 50 كيلو من المتفجرات، وألقي عليهم القبض من السلطات السعودية، جزاهم الله تبارك وتعالى خير الجزاء أن دافعوا عن بيت الله الحرام. وفي سنة 1987 يعني بعد عام من تلك السنة جاء الحجاج أو كثير من الحجاج الإيرانيين جاءوا وأحدثوا أحداث شغب وفتن وبلايا في الحج في تلك السنة، راح ضحيتها 400 مؤمن ومسلم ومسلمة، وقتل 89
رجل أمن من الأمن السعودي رحم الله الجميع رحمة واسعة. ثم توالت الأحداث في الحرم المكي ثم في الحرم المدني، فقبل عامين فجر الدواعش الذين هم من جماعة الإخوان المسلمين أحدثوا تفجيراً بقرب أو في حرم في داخل الحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في رمضان عند الإفطار حينما دعاهم بعض الجنود للإفطار، وما كان من هؤلاء التفجيرين إلا أن فجروا وقتلوا الجنود وأرادوا أن يخربوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا السرد التاريخي المختصر نخلص إلى الآتي: أن الذين أرادوا تخريب بيت الله هم النصارى كأبرهة، وأتباعه كالرافضة الشيعة قبحهم الله تعالى، وكذلك الإخوان المسلمون كالدواعش، والدواعش من الإخوان المسلمين، من حزب الإخوان المسلمين، كما اعترف بذلك سيد وزعيم الإخوان المسلمين في العالم الدكتور يوسف القرضاوي المقيم بدولة قطر، أفتى بأن البغدادي هو أحد أفراد حزب جماعة الإخوان المسلمين. فهؤلاء الدواعش أيضاً كانوا تبعاً يتابعون الروافض من الشيعة ويتابعون القرامطة في تخريب بيت الله تبارك وتعالى. ونحن كمسلمين الواجب علينا أن نحترم هذا البيت وأن نوقره، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمناً، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالأنبياء جميعا من بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن قبله ومن بعده عظموا هذا البيت لأنه بيت الله. وتأمل قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأضاف الله هذا البيت الكعبة البيت الحرام أضافها إلى نفسه، فقال تعالى: وطهر بيتي. والآن هؤلاء جميعا حتى القرامطة لعنهم الله، وحتى الشيعة الرافضة قبحهم الله، وحتى الإخوان المسلمون والدواعش قبح الله وجوههم جميعا، لا يرضى الواحد منهم أن ينال من بيته أو منزله، ولا يرضى الواحد منهم أن ينال من متجره أو تجارته أو ماله أو حتى بهائمه. فكيف يرضون لأنفسهم أو لغيرهم أن ينالوا من بيت الله تبارك وتعالى الذي عظمه وشرفه وكرمه فأضافه إلى نفسه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالكعبة في الحديث الصحيح، قال: ما أعظمك وما أعظم شأنك وما أطيبك وما أطيب ريحك، لحرمة المسلم أشد حرمة عند الله منك. فانظر إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أول الحديث الصحيح لبيت الله الحرام، وكيف يقول له: ما أعظمك وما أعظم شأنك. وبعد ذلك يأتي هؤلاء الفجرة الغدرة لينالوا من المسلمين في أعظم بيت، بل هو بيت الله تبارك وتعالى، وكفى وحسب أن يكون في تعظيمه وتشريفه أنه بيت الله سبحانه وتعالى. لكن ألفت الأنظار إلى مسألة: أن هذا البيت الذي هو الكعبة ما أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل ببنائه إلا لمحاربة الشرك وإقامة التوحيد ونشر العقيدة الصحيحة،
قال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالغرض من بناء هذا البيت ألا يشرك الناس بالله وأن يوحدوا ربهم. فالآن كثير حتى من المنتسبين إلى الإسلام، دعك من القرامطة ودعك من الشيعة الرافضة قبحهم الله جميعا، ودعك من الإخوان المسلمين والدواعش وغيرهم، حتى المنتسبين إلى الإسلام كثير منهم بل غالبهم قد وقع في أنواع من الشرك تتنوع وتختلف، ولكنها منتشرة في معظم البلدان الإسلامية. هناك قباب تعبد من دون الله، بل هناك قباب يظن أصحابها من ملايين البشر أن الطواف بها أعظم من الطواف من بيت الله. وقد قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هؤلاء طافوا وطوفوا بالقباب وجعلوها أعتق من بيت الله الحرام الكعبة، بل جعلوا زيارة الشيخ تعدل حج بيت الله الحرام، ورؤية الشيخ الصوفي تعدل عيدا من العيدين، إما الأضحى وإما الفطر. حتى قال البرعي السوداني يمدح شيخ المسيد، قال زورت حجة ورؤياه عيد. وجعلوا الطواف بهذه القبور وبتلك القباب أعظم من الطواف ببيت الله الحرام. فنحن كمسلمين منا من أهان البيت الحرام وقدم بيته أو بيت شيخه أو ضريح شيخه أو قبره قدمه على بيت الله الحرام، فمنا من أهانه قبل أولئك الشيعة وقبل أولئك الإخوان المسلمين وقبل أولئك الدواعش، منا من أهانه ومنا من قدم ما بناه بيده على ما بناه إبراهيم وإسماعيل، كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالواجب علينا أن نرجع إلى ديننا وأن نراجع توحيدنا وأن ننظف وننقي عقيدتنا في الله تبارك وتعالى، بأن لا ندعو إلا الله ولا نتوكل إلا عليه ولا نستغيث إلا بالله في الشدائد وفي الرخاء وفي السراء وفي الضراء، لا نلجأ إلا إلى الله تعالى الذي قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وجعل الله لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، فقال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.